بعدما ألهبوا أوروبا قارية يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ومؤتمره، عادوا الأسود يوم السبت والأحد ليكملوا محليا ما فعلوه قارية. زياش أرسل صاروخا عابرا للقارات، وأناحي عاد للحياة من جديد، والصباري في خط تصاعدي، وتيسودالي سفاح لا يكف الأذى عن الشباك، وريتشاردسون عزف على أوصار شباك خصمه، والكعبي أصبح فيلسوفا باليونان، وبونو حلل رزقه بالهلال. لن أطيل عليكم في العناوين، فغنائم هذا الأسبوع لا تعد ولا تحصى، وحتى لا أكون ثقيلا على القلوب سأدخل إلى صلب الموضوع. ولمن رأى فينا أننا نقدم إضافة ولو قليلة للمحتوى الرياضي المغربي أن يضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا وتمرة لمجهودنا. رحلتنا هذه المرة لن تكون من أقرب نقطة حدودية، بل ستكون من الأراضي التركية. هناك ساحر وجد القرية التي كان يبحث عنها، إنه عريس الأسبوع حكيم زياش. فبعدما ضرب مانشستر بقاذفتين قارية عاد محليا وأرسل صاروخا لا يرد ولا يصد، صاروخ لم يكن بمثابة رصاصة رحمة فقط على اعتباره كان هدفا ثانيا، بل ذكرنا أيضا بنسخة حكيم أياكس عندما كان حكيما لزمانه، وكل قذيفة كانت تنافس الأخرى فيما يخص هذه اليسارية المغربية الفتاكة، كما قدم مباراة رائعة وبكل المقاييس. لكن الغريب في الأمر أنه بعد نهاية المباراة صرح وقال بالحرف الواحد: لم أكن راضيا على مستواي رغم أنني سجلت هدفا رائعا، ناهيك على أنه تحصل على أفضل تنقيط في المباراة. هنا تدرك أن زياش متعطش ولا زال يبحث عن النسخة الأياكسية الجميلة. Loneliness we'd walk away from one day. Loneliness now we found our way. من الأراضي التركية إلى الأراضي الفرنسية، هناك نحلة تدعى سين أناحي، كانوا يقيمون لها مراسيم الدفن والعزاء، ثم ظهرت من جديد وبدأت تقتات من رحيق رين أناحي. وفي وقت كان النادي الجنوبي متقدما بهدف من ضربة جزاء، ظهر أناحي وكأنه ليس عائدا من الإصابة بهدف أقل ما يمكن القول عنه، هدف رائع من لاعب رائع، جاعلا ضمير من كان ينوي أن يتخلى عنه في الميركاتو الشتوي أن يؤنبه ضميره خريفا. أما مواطنه أمين حارث هو الآخر، قدم مباراة رائعة حيث سجل هدفا ثالثا لنادي مارسيليا، لكنه ألغي بداعي التسلل، ويا له من فرحة لم تكتمل يا أمين. من جنوب فرنسا إلى شمالها هناك اصطدام مغربي بين براق عاصمة الأنوار ومودريتش لوهافر، السكة التي كان يتمناها حكيمي حدث فيها طارئ في الدقيقة العاشرة عندما طرد زميله دوناروما، وبالتالي أصبحت المهمة مهمتي. لكن حكيمي وبكل أمانة قدم مباراة كبيرة وساهم بفوز ثمين وفي ظروف صعبة، وخير دليل على ذلك هو تواجده في التشكيلة المثالية للأسبوع. الخسارة أحيانا لا تعني أنك كنت سيئا على المستوى الفردي، بل قد تكون فرديا أفضل من بعض لاعبي خصمك. ياسين كيشتا ورغم الخسارة أمام باريس قدم واحدة من أفضل مبارياته بالدوري الفرنسي، وكان أكثر حركية في رقعة الميدان،
ثقة في النفس ورزانة ولا أروع، كما حصل على تنقيط 7.4. شخصيا لا أراه باقيا كثيرا في لوهافر. وقبل مخادرة أرض الديوك، لابد من الحديث عن شبل يملك 4 جنسيات، لكنه فضل أن يكون مغربيا. إنه أمير ريتشاردسون الذي ضرب شباك نادي ستراسبورغ بهدف ولا أروع، هدف جمع ما بين حس التموقع ودقة التسديد، والنتيجة هدف أهدى ريمس 3 نقاط ثمينة كان فيها للشبل المغربي قسطا وافر. ومن فرنسا إلى الأراضي المنخفضة، هناك شبل مغربي آخر منسوب أدائه في ارتفاع مباراة بعد مباراة، إنه إسماعيل السيباري. فبعدما سجل هدفا في الدوري الأوروبي وأحدث ريمونتادا من قلب الأندلس، عاد محليا أمام الكبير فاينورد بهدف آخر ليصل إلى هدفه السادس هذا الموسم في 9 مباريات لعبها كرسمي فقط، وتمريرتين حاسمتين، فما بالك لو كان رسميا. لن نعمر في هولندا كثيرا، فهناك اصطدام مغربي في بلجيكا، الأسد طارق تيسودالي في مواجهة الشبل بلال الخنوس، وكلاهما شارك رسميا. طارق طرق باب أصحاب الدار بهدف مبكر، ثم قلبوا أصحاب الدار الطاولة على ضيوفهم، وفي وقت كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل تيسودالي هدف التعادل في الدقيقة 9 بعد 90، مانحا فريقه نقطة ثمينة خارج الديار، وبذلك وصل طارق إلى هدفه 12 هذا الموسم من أصل 27 مباراة لعبها، كما يملك 6 تمريرات حاسمة. وحتى لا تفوتني الفرصة، طارق تحصل على أفضل تنقيط في المباراة. في المقابل قدم بلال مباراة لا بأس بها، كما تحصل على تنقيط 7.2. وقبل أن نعرج إلى أرض الخليج، لابد أن نصور أرض الإغريق. هناك فيلسوف لا يعرف إلا الشباك، أيوب الكعبي، وفي وقت كان فيه أولمبياكوس متخلفا بهدف، سجل هدف التعادل في الدقيقة 44 في مباراة انتهت بهدفين لهدف، ليصل أيوب الكعبي إلى هدفه 11 في جميع المسابقات بقميص أولمبياكوس اليوناني، 7 منها في الدوري اليوناني و2 منها في الدوري الأوروبي، والباقي في تصفيات اليوروبا ليج. وفي اعتقاد الشخصي والمتواضع، سيكون صراع كبير بين الكعب وتيسودالي وحمد الله من سيذهب إلى جانب يوسف أنصيري إلى كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، وفي نظرك من يستحق الحضور هناك؟ الضيافة عند العرب 3 أيام، لذلك وجب علينا أن نخاطر أوروبا، والمنطق يفرض علي الحديث عن ياسين بونو، لكن تفاديا للتكرار، هناك تقرير بشكل مفصل عن مباراته أمام النصر ورونالدو، لذلك سأحدثكم عن السلطان بدر بانون والمهاري أيمن الحسوني، رجوي في مواجهة ودادي. البصمة المغربية بدأت من الوداد الحسوني عندما سجل ضربة جزاء منحت الهدف الثاني لنادي المعيذر، فأصبحت النتيجة 2-1. الثاني يأتي. وفي وقت كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وكان التعادل يخيم عليها، سجل بدر بانون هدف الفوز والانتصار. عموما الأسود تنفجر في أوروبا وآسيا في أقل من شهر ونصف عن كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، والركراكي كان الله في عونه.